السلام عليكم أصدقائي، إن شاء الله بهذا الفيديو حاول أوضح لكم رسم البروتيات وتقسيم الوجيه وشنو الطرق السهلة وشلون ناخذ قياسات رسم الوجيه. وأعذروني خاف أغلط لأن معلوماتي مو كلش قوية وما دارس يعني مدرسة فنية، وصار سنة وثمان أشهر من بداية الرسم. هسه وجه الإنسان يكون مقسم ثلاث أقسام، يعني الأغلب 99% يعني أو 100% يكون مقسم ثلاث أقسام. القسم الأول اللي هو القصة، والقسم الثاني من بداية الحاجب لحد نهاية الخشم، والقسم الثالث من نهاية الخشم لحد نهاية الحنج. مثل ما تشوفون هذا قسم واحد، وهذا قسم اثنين لهنايتين، وهذا قسم الثالث. شو ما نتأكد من ثلاث أقسام، استخدم القلم للقياس. هاي عندي الجزء الأول، وهذا الثاني، وهذا الثالث. القصة ما بيها شيء، يعني مجرد ظل ضغط. عندنا العين دائما المسافة بين عين وعين تكون عين، هم نتأكد المسافة بين عين وعين حتكون هي عين. هنا عندنا لأن الخشم كبير فالمسافة شوية حتكون بين عين وعين شوية زاحفة، حتكون عين أقل من عين يعني شوية. إذا نجي على العين حتكون مساوية لهاي العين، بس نتأكد أكثر الخشم حيكون كبير شوية. ودائما من بداية العين أجر خط، من بداية العين أجر خط على مود يطلع عندي الخشم، واللي حيكون هو تقريبا يعني الأغلب قد العين، بس يعني اكو بنين خشمها كبير اكو خشمها رفيع حسب. الجزء السفلي، الجزء اللي تكون به الحلق، طبعا جزء كل سهل اقسمه قسمين. القسم العلوي يكون به الشفة، والقسم السفلي يكون فارغ يعني، بس ها شوية اتوقع حلقها زاحف. نتأكد هاي واحد، هاي اثنين تقريبا لهنا، فيعني النص هنا حيصير نص تقريبا. فدائما يعني انا من ارسم اقسمه نصفين، النصف العلوي يكون ب العلوي يعني نهايه الشفه تكون بهذا الخط، خط النصف، والشفه اللي تكون اللي فوق تقريبا هذا الوجه. المسافه من نهايه العين من نهايه حد هذا الخط تكون هي نص عين، وهنا نفس الشيء. هو هذا وجه سيمتريكال تقريبا، ودائما انه العيون ما تكون متشابهه مثاليه 100%، يعني رسمت تقريبا 99% او 100% من الصور انه ما لقيت عين تشبه عين ابدا، لازم اكو بها اختلاف بسيط. هسه مثلا هاي مننا صاعده، هاي مننا نازله، وهكذا. زين، المسافه شو نطلع المسافه من الحلق، من نهايه الحلق لحد خط الخد او الجو، والله ما اعرف شو يسمونه، تقريبا هي مسافه هي عين تقريبا. انا توقعت هي عين بالضبط، هي عين او اقل من عين بشويه، نفس الشيء لهنا. فهسه عندي تقريبا الملامح تقريبا كلها واضحه والمسافات واضحه، يعني جدا الفرونت جدا بسيط، هو لانه يعني عباره عن سيمتريكال ومسافات ثابته اغلبه، بس تختلف من يعني حيختلف من وجه لوجه. الرقبه مال البنيه دائما تبدي من حافه العين، من حافة العين تبدي رقبة الأنثى، بس شوية من المنطقة صاعدة. الإذان تبدي من نهاية الخشم الحد قبل الحاج بشوية أو نهاية العين، أكو أبناء إذانها كبيرة أو ولد إذانها كبيرة حسب. الولد الخط رقبة مالته دائما يكون عريض، يعني يبدي من هذا تقريبا من بداية الحافة مال الحنت مال عفوا مال الخد مال عظمة الخد أو ما أعرف شو يسموها، والله نسيت. لازم ادرس طبيه. اي والشعر عندنا يختلف يعني حسب تسريحه. عندنا الاذان هذا الوجه يعني جدا بسيط، يعني ثلاث اقسام العين، وبعدين خط بخط نص بنص. القصه هي ثلاث يعني مسافه واحده، والمسافه من الخشم من الحلق اقسمها نصين، واقسم الحلق اللي فوق، يعني جدا بسيطه. زين، هسه شلون اني اقسمها على الورقه وشنو الطرق مناسبة أو الطرق السهلة؟ طبعا اكو رسموها من دائرة، اكو رسموها من شكل بيضوي، أو اكو رسموها يستخدمون يعني نقاط ثابتة، يعني الفنانين العالميين ليب كينج، واحد
أهتم بالبروفيسور نسيت اسمه يستخدم يخلي مثلا يعني هم اسمه اللايف مود مثلا يخلي هنا نقطة واضح القلم مثلا هنا نقطة مثلا يخلي يجي هنا يخلي نقطة ويقيش الوجه لأن الوجه شبه تقريبا يخلي شبه يرسم شبه وبعدين يطلع المسافات منا ومن هنا ويرسم هو عنده القياسات ثابتة أنا إذا طلعت المسافة منا هنا راح أقسمها ثلاث أقسام والملامح حتكون يعني جدا بسيطة ما واجه أي صعوبة الرسم من الدائرة أنا بديت تعلمت إنه أرسم الوجه من دائرة طبعا هسه شوية الزاوية صعبة فص يعني أرسم من دائرة لازم تكون دائرة مضبوطة أقسمها نصفين دائما بالبداية أحاول أقوي قوة التخيل أو شو نسوي مثلا يعني أخلي النقطة وبعدين أتأكد مثلا أنا خليت الخط توقعت يعني التوقع مثلا أتوقع أن هذا خط المنتصف وبعدين أتأكد هل هو هذا الخط صحيح تقريبا صحيح بس هنا أنا أتأكد شوية يمكن طبعا لازم تكون دائرة متساوية مضبوطة هنا من هنا تبدي إن شاء الله حخلي لكم صورة توضيحية أكثر من هذا الشرح نستخدم الفاين تراكر هاي النهاية هاي أهم نهاية هاي نهاية الخشم هنا أنا هاي الدائرة انقسمت قسمين هنا أنا نهاية الخشم هاي نهاية الخشم وهذا خط الحاجب وهاي نهاية القصة هاي المسافة أقسمها إلى تقريبا خلينا نقول خمسة يعني ثلاثة للعين ونص بنص النهايات خلينا أتوقع أنا هنا اللي هو تكون العين فهسه أتأكد إنه هاي صحيحة هاي واحد هاي اثنين لا زاحف عندي هنتأكد من إنه هاي واحد هاي اثنين تقريبا بس عندي هذا شوية كبير إذا هذا هنا يعني حيصير عندي واحد اثنين ثلاثة هاي هنا عين وهاي هنا تكون عين هاي نهاية العين تقريبا طبعا عدون شوية انه زاويتي كل صعبة من قلت من بداية العين اجى الخط اللي هو الخشم دائما احاول ابتعد عن الرسم واتاكد من قياساتي قبل اخلي الخطوط النهائيه اتاكد مضبوط بما انه اني عندي هذا نص وعندي هذا النص فاكيد النص الاخير اللي نص نهايه الحنج حيكون هالقد تقريبا اجي اتاكد من يمه واحد مضبوط لا تقريبا واحد اثنين ثلاثة تقريبا هذا شوية كبير خلنا نخليه هنا هاي نهاية الحنشة هذا خط أهم النزلة مستمر عادي أنا عندي هنا أقسم نصين تقريبا هيك هذا نص وهذا نص هاي هنا تكون نهاية الحلق الخط الجو قلنا هنا اتوقع نهاية الحلق هنا مسافة عين هنا اتوقع هنا خلنا نقسم شيء بسيط الحلق شوية حاسمة بصورة مبسطة ما قاعد يجي المهم انا دائما ارسم خطوط عدله الحلق بالبدايه على مود اخذ سمتر كارت جدا صحيح هنا تقريبا مو مشكله شوي ينزل هذا تقسيم الوجه يعني هاي من دائره
أنا استخدمت ضاءة صحيحة وما استخدم مسطرة أول ما تعلمت في البداية، بس يمكن أول يوم عرفت هالمسطرة قمت استخدم كله يدي. الإذان تبدي، قلنا من هنا الإذان، هاي نات الخشن، هاي أفران الخشن، خلينا نقسم خشن شوية بسيط. هذا شيء مبسط جدا بس كشيء أساسيات. الإذان عشان الإذان بدا عندي كلش واجه بها صعوبة، بعدين صارت عندي جدا سهلة، جاي تعتمد على الشكل. الرقبة من هنا مثل ما تلاحظون هذا الجزء الاخر كامله نفس الشيء، بس شوي هسه كامله واجه صعوبه كلش. هذا تقسيم الوجه، الشعر تبقى عندكم شو ما تسووا تسووا، وهم اعيد لكم اياها، المسافه 1 2 3، المسافه بين عين وعين وعين نتاكد انه 1 2 3. هذا الخشن، وعندنا الاذان. طبعا اكو اسم الوجه من دائره، اكو بيضوي، او قلت لكم انتم، او اكو الفنانين القويين اسمهم النقطه، يخلي نقطه هنا ونقطه هنا، ويخلي هنا نقطه ويخلي هنا. طبعا هم يستخدمون ايدهم بالقياس، يعني يمد ايده وياخذ النسبه الصحيحه للقياس، وهم يعني من كثر الدراسه ومن كثر التمرين والممارسه يعني النسب عندهم مضبوطه 100%، يعني ما يحتاج قياس او ما يحتاج اي شيء، يجي قبل يخلي نقطه هنا يخلي نقطه هنا ويخلي نقاط ويبدي. او اكو شفت لا العكس، يعني شفت احدى البروفيسوره بالرسم تستخدم طريقه مربعات، وبس تاخذ من المربعات النقاط الثابته الرئيسيه بس، يعني ما ترسم مثلا مربعات وخطوط، لا بس تاخذ نقاط ثابته. هسه حوضح لكم انا شلون ارسم من المخيله صوره بسيطه.